بالنسبه للاداء او للاعبين وللاقاويل اللي بتقول ان انت ادائك مع منتخب مصر مش زي ادائك مع ليفربول. بص انا اقدر اوعدك في النهايه ان انا ما شفتش اي حاجه، انا داخل بطوله عارف انا عايز ايه منها، مركز في شغل كويس قوي، ماليش دعوه الناس بتقول ايه او ما بتقولش ايه، لكن متفهم طبعا فكره ان انت تنتقد منتخب بلدك او اللعيبه عشان خاطر ما كسبوش. دايما لما يبقى فيه خساره او تعادل الناس كلها بتتكلم، مع المكسب الدنيا بتمشي، ده في الكوره من ساعه ما لعبت كوره. متفهم ده طبعا وبحترمه جدا، في ناس كتيره برده بتسبورت وده حاجه كويسه جدا، هو بيدعموا المنتخب بشكل ما، وده اللي اللعيبه محتاجاه. اللعيبه دلوقتي محتاجه ان حد، ان هم يحسوا ان في حد وراهم وحد بيساعدهم طول الوقت، مش عايزين يحسوا ان حد بيهتم فيهم والكلام ده كله. اتمنى ان شاء الله ان الناس عامه تقف ورا المنتخب زي ما وقفوا ورا البطوله اللي فاتت من ساعه دور المجموعات، ووقفوا مع اللعيبه شافوا اللعيبه عملت ايه. اللعيبه كانت بتموت نفسها في الملعب والناس نفسها طلعت قالت انتوا عملتوا اللي عليكم والموضوع خلص. انا اتمنى ان الناس برضه تقف ورا المنتخب، اللعيبه كويسه جدا، اللعيبه بتموت نفسها فعلا في التمرين في الماتشات، ممكن مش موفقين في النتيجه بس بجد ما فيش حد بيطلع من الملعب وحاسس ان هو عنده مجهود المفروض يعمله.